أول شيء أنا فعلا سعيد جدا بهذا المسرح، وسعيد جدا أيضا بهذه الإدارة الفنية وأيضا بكل الحاضرين وبكل من ساهم أولا في إنجاح هذا الحفل، وأيضا بكل المساهمين الذين قدموا فعلا عرضا فنيا إبداعيا بامتياز. وأشكر بالأخص فعلا عامل عمالات بن مسيك ورئيس مقاطعة بن مسيك والمديرة الجهوية للثقافة ووزير الثقافة وكل من ساهم فعلا في إنشاء هذه المعلمة الكبيرة، هذه المعلمة الثقافية، هذا المسرح الذي نحن بأمس الحاجة إليه هنا أولا في منطقة بن مسيك وأيضا في سباتة في كل جهات الدار البيضاء، لأنه هذا المسرح هو مسرح لكل البيضاويين، مسرح أيضا للمغاربة، مسرح لكل الشباب، للفنانين، للمبدعين، للمهتمين. وبالتالي سعيد جدا بتواجده فيه هنا في هذه المنطقة، لأنه سيكون نقطة فعلا لاكتشاف المواهب، لاستثمار المواهب، وأيضا وهذا هو الأهم، هو أن تقوم فيه مجموعة من الأنشطة الثقافية، مسرحية، معارض، أن تكون فيه فعلا حفلات فنية وإبداعية، وأن يكون هنا نقطة تواصل مع كل الفنانين. وبالتالي أنا سعيد جدا بتواصل هنا في هذا المسرح، وسعيد جدا ايضا باشتغالي مع طاقم فني وتقني قادر على ان يؤسس فعلا لفعل وحركه ثقافيه بالدار البيضاء وبجهات الدار البيضاء، وخصوصا بمنطقه الدار البيضاء وبمنطقه بن مسيك على الاخص. شكرا. اذا اليوم تم افتتاح رسمي ديال المسرح ديال بن مسيك، مسرح بن مسيك اللي كان اعتزوا انه كيتواجد في هذه المنطقه، منطقه اللي معروفه بالفنانين، منطقه اللي عطات فنانين كبار، ويمكن لي نذكر بعض الاسماء، نذكر حديد دان، نذكر داداس، نذكر حمد السنوسي، نذكر لواء بزيز، نذكر ورده، نذكر الطبعي، نذكر خيي، اسمحوا لي الاخوه اللي ما ذكرتهمش. اذا دائما بن مسيك معطات في هذا الميدان وميادين اخرى. كنظن بانه بهذه المعلمه بانه بن مسيك يمكن تعطي نجوم في المستوى العالي، علما ان بالجانب ديال المسرح درنا مدرسه للتكوين ديال الدراما، واللي غيصرف عليهم بجوج وصرينا باش يكون هو الفنان دريس الرخ. فكنعتقد بان هذه خطوه كبيره كتضاف للمنجزات اللي دارت في بن مسيك، اللي من ملاعب ومن من مسباح ومن القاعات المغطاة ومن الملعب الكبير ومن ليزيسباس فير. اذا هذه من الطرقات، اذا هذه معلمة اخرى كتزيد ضاف لهاد الاشياء، وحنا ان شاء الله مقبلين على منجزات اخرى غتعرف النور في القريب العاجل ان شاء الله.